السلام عليكم ورحمة الله لدي زاد يوتيوبر، معكم أخوكم يوفري دي زاد. جيت اليوم بغيت ندير، أنا ما نديرش بزاف لي فيديو، مي دي فوا يجي واحد يحكي هكذا صافي دو بيان. جيت نحكي على واحد القضية اللي ظهرت اليوم، باللي ان سيرتان الجن، الله ناصر الجن، راه في نيويورك، وهو يعني إنسان قتال كبير، وعلى يدو ماتوا آلاف ومئات من الأشخاص من المواطنين الجزائريين، ومزلنا في كما نقولوا في الغنايه القديمه تاع قال لك وحكاولي وسكيل باري وسمعنا، يعني من التسعينات وحنا نسمعوا في هذا الكلام باللي كاين هذا قتل وهذا كدار وهذا كدار، ولكن ولا واحد استطاع يجيب لنا دليل قاطع ودليل مادي اللي يقدر به يدخل اي انسان للحبس. جابوا لنا قصه تاع توفيق، جابوا بينا 15 سنه، حنا توفيق هذا جامي شفناه وجامي سمعنا عليه وجامي جابوا لنا حاجه، داروا لنا تصويره تاع واحد في لي زاني 70 قال لك هذا هو توفيق، وقعدوا يجيبوا بينا في الوقت حتى اليوم هذا ومزلنا. دوكا خرجوا لنا هذا ناصر الجن هذا اللي راهو يقولوا عليه باللي ان غرو كريمينال وقتل كبير. انا ماني مع هذو ولا ماني مع هذوك، انا انسان حاب يعني كيما نقولوا نكون اوبجيكتيف. عندكم اتهامات ضد اشخاص اللي راكم تقولوا قتلوا وقتلوا الشعب الجزائري، ماذا بينا احنا؟ انا الاول اللي حاب تبان الحقيقه، باسكو كاين ناس بزاف دي زينوسون ماتوا هكذاك في باطل ربي، مي ما تجيبولناش الهضره هذه تاع ايش تاع حتى واحد ماشي بروفيسيونيل، ما ادروش على البروفيسيونيل، حاجه اخرى ما على باليش انا، مش حتى هضره. قالوا لي وقال لك وحكاو وسكيل باري وقالوا لنا وقيلا يا خويا جيبوا دليل قاطع، جيبوا دليل مادي، دليل اللي يقدر الانسان والله اي انسان جزائري يقدر يدخل به المحكمه الدوليه ولا محكمه داخليه ويحاكم هذا الناس اللي قتلوا. يعني راكم تقولوا قتلوا، بصح بعد نريحوا في قصه قال لك وقال لي وحكاو لي وحكاو وحكيت له هذه. انا فرونشمون جو كروا بلو، انا خلاص وليت ما نامنش، لانه منذ 15 سنه ولا واحد قدر يعطينا الادله القاطعه. دونك انا هاد الناس سي سو ديكريديبيليز با بلوس كوت شوز، هما راهم كيما نقولوا يورطوا نفوسهم ودخلوا روحهم في متاهات اللي بوتيتر الشعب دوك بدا يكره. انا بيرسونيلمون يعني ما نهدرش باسم الشعب ولا نهدر باسمي، انا كرهت اشاك فوا نجيبوا قصه قال لك وقلت لك وحكاو لي وحكيت لهم. هذه كيما نقولوا صافو لي بول شوي هذوك شويه، باسكو كي عادوا في الكونغو كاين ادله قاطعه شارعوها وفي الحبس. وباسكو ما ادراك ما باسكو، حنا الجزائر باسكو باسكو باسكو، بصح واش درنا؟ ما درنا والو غير قال لك وقلت لي وحكاو لي وحكاو لك. نهار اخويا جيبوا لنا ادله وخلاص وحبسونا من قص التوفيق وذاك باسكو. انا جو بونس هذا سي ان ميت اللي كرييتوه باه جيبوا بينا الوقت. ها واحد قال لك توفيق هذا ويقتل هو لسبب خراب الجزائر، الو روح واش عندنا؟ عندنا تصويره تاع انسان وقيلا مات في لي زاني 80 ولا زاني 70 مع هذيك لاسول فوتو نهار طول هما مدايرين فيها وتوفيق وتوفيق وتوفيق. ما نعرف اخويا، جيبوا لنا حاجه اللي تدخل العقل ويتقبلها اي انسان عاقل واي انسان اللي يحب يدير حاجه بروفيسيونيل. دونك هذه قال لك وقلت لك هذه سا اكزيست في الجيري برك سا مارش، قال لك وقلت لك تمشي، بصح في ليترونجي ومع لي زانستيتيسيون انترناسيونال وهذو سا مارش با، قال لك وحكاو لي. دونك ماذا بينا نحلو عينينا شويه قبل ما يدينا الواد، باسكو ودانا الواد وراح يزدينا دينا واحد اخر. السلام عليكم.